بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أتكلم معاكم النهاردة على الستيم سيلز أند تيشو رينويل. يعني إيه ستيم سيلز؟ يعني الخلايا الجذعية، وتيشو رينويل يعني تجدد السيلز أو الخلايا. هنعرف شوية حاجات هنا. ايه هي الستيم سيل؟ ديفينيشن، انواع الستيم سيلز، بروجينيتور سيلز، كلاسيفيكيشن اوف ذا تيشو اكوردنج تو ريجينريشن. واحده واحده هنفهم كل نقطه من النقاط ديت. ايه هي تعريف الستيم سيل؟ احنا عارفين انها الخليه الجذعيه، يعني الخليه الام، هي الخليه الام لاذر سيلز اللي منها بتتوالد الخلايا الاخرى. فتعال نقول الكلام ده أسل، يعني هي مقصود بيها الستيم سيل that has the ability to continuous divided، إنها عندها المقدرة في الانقسام باستمرار، and differentiated يعني تتخصص into various kinds of the cells أو tissues، ممكن تتخصص لخلايا، والخلايا دي طبعا هتودي tissues. ايه الكاركترز بتاعت الستيم سيل؟ عشان تعمل الموضوع ده لازم unspecialized، يعني special غير متخصصة، خلية عامة خالص. اديك مثال، انت بتتخرج من كلية الطب معاك بكالوريوس طب وجراحة، انت blank cells، بتبتدي تتخصص في التخصص اللي انت عايزه، تخصص جراحة، اطفال، بطنة، هيستولوجي، باثولوجي، اي تخصص من تخصصات الطب المختلفة. لما تبتدي تتخصص اقول عليك specialized، يبقى اقول عليك specialized، لكن انت معاك بكالوريوس طب وجراحة يعني blank cells، انت unspecialized. Have the capacity to dividing، انها مقدرة انها تنقسم، and renewing يعني تتجدد لنفسها themselves for long period of time، لوقت طويل جدا، without losing their stimulus، من غير ما تفقد مقدرتها في انها تبقى خلايا جذعيه، يعني their undifferentiated natural، بنسميها self renewal يعني عندها تجدد ذاتي. Have the potential to give rise to specialized cell type، عندها المقدرة أو القوة إنها تدي الأنواع المختلفة من الخلايا اللي هنعرفها. إيه أنواع الستيم سيلز؟ قال لك أنواع الستيم سيلز دي بتبتدي according to the level بتاع المقدرة بتاعتها هتدي إيه. لو لقوها إنها these cells has the characteristic of capacity high capacity، حط خط تحت كلمة high، انها capable to differentiating، عندها المقدرة انها تعمل تخصص او تتحور into any، حط خط تحت any type of cells of the organisms as the early cells of fertilized egg. فعشان كده بنسميها توتي potential، احفظها من كلمة total، توتي يعني عامة او انها خلية شاملة، فهي عندها المقدرة انها تتخصص لاي نوع من الخلايا. ما اقدرش اقول هي راحة فين يعني في اول، بس دي بتبتدي امتى؟ في المراحل الاولى من الحياة، يعني عندنا اول مرحلة بتحدث بعد الفيرتلايزيشن، السبيرم مع الايج بيحصل ايه؟ يديني الزيجوت، والزيجوت ده بيبتدي الخلايا تنقسم وتديني البلاستوسيست وتديني اذر سايز من السيلز من الاندوديرم والاكتوديرم اند سو اون. لكن اول مرحلة بعد الفيرتلايزيشن بتبتدي الخلايا تاخد الاسم توتي بوتنشال. طيب ابتدت الخلايا تخش في تقسيمه احنا عارفينها في الامبريولوجي، ميزوديرم واندوديرم واكتوديرم، ميزوديرم واندوديرم واكتوديرم، دي الطبقات الثلاثه بتطلع منها التيشوز. فالستيم سيل كان بي اونلي بروجريس تو سيلز فروم اني ذيز جيرم سيلز، يعني دول اللي هتطلع ستيم سيل قاعده هنا في الميزوديرم عشان تدي الخلايا بتاعه الميزوديرم، ستيم سيلز قاعده في الاندوديرم عشان تدي الخلايا بتاعه الاندوديرم، ستيم سيلز قاعده في الاكتوديرم عشان تدي خلايا بتاعه التيشوز بتاعه الاكتوديرم. دي بسميها بلوري بوتنشال، دي موجوده في الانر ماس اوف بلاستوسيست. طيب النوع الثالث
بسميه مالتي بوتنشال سيلز. This type of cells has or produced closely related cells، يعني بتدي خلايا موجودة في مكان معين لوقت معين من الطلب، فبنسميها مالتي بوتنشال. زي مين؟ الهيموبيوتيك ستيم سيلز، دي خلية موجودة في النخاع، وهيماتوبيوتيك يعني هتديني خلايا الدم. فكان بروديوس ريد بلاد سيلز وهوايت بلاد سيلز وبليتلتس. وخلي بالك الهوايت دي مش كلمة هوايت عامة، لا ده هي بنلاقيها انواع مختلفة، هم خمس انواع: نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل، مونوسايتس اند ليمفوسايتس. فدي الحالة بسميها مالتي بوتنشال. اوليجو بوتنت ستيم سيل، ديت بقى ايه؟ تخصص ادق شوية. يعني ازاي؟ الهيموبيوتيك اللي هي اللي فاتت، الخلية اللي هي فاتت قلنا الهيماتوبيوتيك ستيم سيل اللي بتديني خلايا الدم، ادت وهي في توزيعها الريد بلاد سيلز، وراح عشان تدي الهوايت بلاد سيلز. وهي راح تدي الهوايت بلاد سيلز بتنشق لشقين، يبقى بتنشق لشقين، شق بسميه مايلويد ستيم سيلز، وشق تاني بسميه ليمفويد ستيم سيلز. ايه المايلويد؟ المايلويد دي هتدي انواع، بس انا هنا من شويه قايل لك ان الهوايت بلاد سيلز، او قايل لك ان الهوايت بلاد سيلز هما خمس انواع: نيوتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل. الثلاثه دول ذو حبيبات خاصه بيها، وهنعرفها في الشابتر بتاع البلاد. فغير النوعين تانيين الليمفوسايت والمونوسايت، دول ما لهمش الحبيبات الخاصه. فقال لك التلاتة النيوتروفيل، الايزينوفيل، البيزوفيل، التلاتة دول يطلعوا من ام واحدة بسميها مايلويد ستيم سيلز. طب والتانيين اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت؟ قال لك تدي من ليمفويد ستيم سيلز، لانها بتروح لمكان تاني وتتحور في مكان تاني. فده بسميها اوليجو بوتنت ستيم سيلز، يبقى هي زي المايلويد ستيم سيلز. طب هنا بقى نيجي بقى للتخصص الدقيق جدا بقى، يوني بوتنت ستيم سيل. ايه هي اليوني بوتنت؟ انها هي بتدي نوع واحد بس في الحياة بتاعها، ما بتديش نوع تاني. زي مين؟ زي السكن سيلز، خلايا الجلد. انا في السكن بتاعنا في الجلد في خلايا ام قاعدة في القاعدة، الخلايا الام دي بتنقسم بتدي نفسها ستيم سيل جديدة، وتدي الخلية بتاعت الجلد اللي هي هنعرفها في الشابتر بتاعت السكن، الخلايا دي بتبتدي تمشي وتديني طبقات السكن المختلفة، دي بسميها يوني بوتنشال ستيم سيلز. قالك لا، هنعمل تقسيمة اكوردنج للسورس، هي جاية منين؟ قالك لو هي جاية من حياة الامبيريو، يعني اثناء الزيجوت، والزيجوت لما بيبتدي يخش على البلاستوسيست بسميها امبريونيك ستيم سيلز. يبقى ده طيب من الستيم سيلز جايه في الامبيريو الجنين اول 4 إلى 5 أيام. ان بارتيكولار زي لوكيتد ويذين ذا انر سيل ماس اوف بلاستوسيست، في الطبقه الداخليه الكتله الداخليه للبلاستوسيست. قال لك النوع الثاني ماتيور او ادلت ستيم سيل، دي موجودة بقى في الادلت، يبقى دي كانت موجودة الامبريونيك في الامبيريو، دي موجودة في الادلت. الستيم سيلز قليلة في النمبر لانها بتبقى متفرقة من مكان لمكان، موجودة في كذا تيشو زي ما قلت لك في مكان لمكان، وريبليس دي سيلز داي لمين؟ للتيشو ده، ونتيجة الداي ده نتيجة ديزيز او انجري. اكزامبل منها احنا عرفناه من شويه، الهيماتوبيوتيك ستيم سيلز دي موجوده في النخاع في البون مارو علشان تديني البلاد سيلز اللي هو الريد والهوايت والبليتلتس. طب في حاجه بنسميها ميزنكايمال ستيم سيل، انا عندي في شابتر اسمه الكونكتيف تيشو، ده ليه خليه موجوده فيه بتطلع من البون مارو او تطلع من الكورد بلاد، الكورد بلاد اللي هو امبلايكال كورد اللي هو الحبل السري، فبتبتدي الخليه ديت ديفلوبد لانواع مختلفه من الخلايا بتديني خلايا الكونكتيف تيشو زي الكوندروسايتس المكونه للكارتليج اللي هو الغضاريف، اديبوسايتس الخلايا المكونه للدهون، اوستيوبلاست الخلايا المكونه للعظمه. كل الخلايا دي من خلايا الكونكتيف تيشو، هنعرفها في التفصيل لما نروح لشابتر الكونكتيف تيشو. نيورال، شوف ستيم سيل كلمه نيورال يبقى جايه موجوده تبع النيورونز،
بتديني بروجينسي سيلز ذات از ديفرينشيتد تو نيورونز او استروسايتس او اوليجودندروسايتس. ده برضو هنعرفهم في النيرفاس تيشو. النيورون دي الخلية العصبية، الاستروسايتس دي خلية من الخلايا السبورتنج او الدعامية للنيورون، والاوليجو برضو خلايا من خلايا السبورتنج للنيورون. ابيثيليال ستيم سيلز، كلمة ابيثيليال يبقى موجودة في الاماكن اللي فيها الابيثيليم، وده برضو هنعرف الابيثيليم بالتفصيل في الشابتر بتاع الابيثيليم. هي خلية بتتجدد او سيلفر وايل كونتينيوس ديفلوبينج انتو فيرياس ماتيور سيلز، كان ديفرينشيتد ان ذا جات في الانتستين يعني في الامعاء. فالابيثيليال سيلز دي في الامعاء انا الخليه بتقع باستمرار فلازم اعوضها، ممكن تديني جوبلت سيلز خليه كاسيه دهنيه، او تدي باني سيلز دي خليه موجوده في السمول انتستين بتطلع فاكتورز ديفنس فاكتور او عامل مساعد للدفاع ضد الميكروبات. في ابزوربتيف سيلز الخلايا الامتصاصيه اللي هي هتمتص الاكل، يبقى هي دي هي ادتني كذا نوع من الخلايا بس في المكان ده بتاع مين؟ بتاع الانتستين. induced pluripotent stem cells، ده embryonic genes are introduced into somatic cells convert them into stem like cells. يعني هنا في بلعب هنا بقى جينات او دور جينات انا بتتدخل، كلمة تدخلي induced يبقى انا عملتها. فهنا ممكن اخد من الجنين، عشان كده بنلاقي ان عندنا الحبل السري او الامبلايكال كورد بتاع الجنين في بعض البلدان بيحتفظوا فيه بنك اسمه بنك الاجنة، اللي هو بحتفظ فيه بالحبل السري اللي انا ممكن اخد منه الستيم سيلز وابتدي اوجهها الى خلية جسدية ممكن تتعمل وتتحور وتديني ستيم سيلز للمكان اللي انا عايزه. طبعا دي كلها لابحاث نجحوا في بعضها ولسه لم ينجحوا في البعض الاخر. ايه هو البروجينيتور سيلز؟ بروجينيتور سيلز انا عندي الستيم سيل بتبتدي تتوالد وتديني بنت لها، البنت دي هتبتدي تتحور وتكبر ويحصل لها ديفيجن وتديني خلايا خاصة بيها. اول خلية طلع من الستيم سيلز بسميها الخلية المولودة او الولادة اللي هتديني توليد بعد كده، يبقى هي هونز ستيم سيل ديفايد. لما بتنقسم الستيم سيلز بتدي نفسها، رقم واحد بسميه ديفرينشيت تو فورم ذيم سيلف بسميها بروجينيتور سيلز. زي كان كونسيدرد از ترانزيشنال ستيج بين الستيم سيلز والفولي ديفرينشيتد سيلز، يبقى هي مرحله بين الستيم سيلز وبين الخلايا اللي بعد كده. تاني يبقى الستيم سيل هتنقسم هتديني خليتين، خليه اسمها ستيم سيل وخليه تانية بسميها بروجينيتور سيلز. يبقى الستيم سيل بتنقسم تديني ستيم سيل نفسها وتديني بروجينيتور سيلز. البروجينيتور سيلز ممكن يحصل لها ديفرينشيتد سيلز، هي مرحلة بين الستيم وبين الديفرينشيتد سيلز. يعني في فرق بين الستيم سيل والبروجينيتور سيلز، الفرق بسيط لكن هنقوله مع بعض، انها المقدرة للتجدد او دي انليمتد، لان الستيم سيلز فيها الكاركتر انها تنقسم باستمرار، لكن البروجينيتور متوجهة اتجاه واحد، انا راح اعمل خلية واحدة خلاص انا ما بقتش ستيم سيل، لو ماتت في الطريق ما تقدرش تتوالد وتدي نفسها. فبقول على الستيم انليمتد لكن في البروجينيتور ليميتد. طب السيل بوتنسي يعني ايه القوة بتاعة الخلية؟ في الستيم سيل توتي عرفناها اللي هي موجودة في الفيرتلايزد ايج، بلوري اللي هي موجودة في منطقة الميزو او الاندو او الاكتو، لكن دي يوني يعني انا هي راح تدي سكن بس ما اقدرش اخدها واديها ليفر سيل مثلا، وليجو راح برضو تدي نوع واحد من الخلايا. طب الديفرينشيشن هنا الستيم سيل اندفرينشيتد يعني غير متخصصه، زي ما قلت لك بكالوريوس طب وجراحه، لكن تخصصت بقى وابتديت تخش لي المرحله بس لسه لم تحصل على الماجستير، بقول عليك مايلد ديفرينشيتد، يعني انت لسه تخصص بس لم تحصل على الدرجه انك تبقى هايلي ديفرينشيتد.
الاوريجين جايه من الانر ماس اوف بلاستوسيست، هنا جايه من الستيم سيل، يعني الستيم سيل هي اللي بتدي بروجينيتور، يبقى هنا البروجينيتور جايه من الستيم سيل، لكن الستيم سيلز جايه من الام اساسا او من التشو اهي. ادي الفيرتلايزد ايج، هنا بقى التوتي بتدي اهي كذا انواع من الخلايا، هايلي 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 ديفرنشيتد. هنا بتبتدي الخليه بتنقسم وادتني طبقات البلاستوسيست، ففي كتله من السيلز جوه بسميها انر سيل ماس اللي هي بتدي بلوري بوتنشال، تبتدي السيلز دي تتحور الى كالتشر دي. هنا بقى هنا بيقول لك ان انا ازاي هعمل انديوزد، يبقى ده انديوزد ستيم سيلز، ان انا اخدت ستيم سيلز من الامبلايكال كور من البلاستوسيست واخدتها وزرعتها في ظروف معينه علشان تديني بلوري بوتنشال ستيم سيلز. يبقى هنا الستيم سيل انقسمت اهي، فادتني نفسها رجعت تبقى ستيم سيل، وادتني البروجينيتور سيلز اهي. انا هنا دخلت في قسم الجراحه، هتخصص جراح، لكن لم احصل على الماجستير. هنا بقى الماجستير نفسه ديفرنشيتد سيلز، فانا هنا بحضر الفيرست بارت السكند بارت، بذاكر مواد مختلفه، في الاخر ابلق هايلي ديفرنشيتد متخصص. فالمرحله الاولى انت دخلت في الطريق او قسم الجراحه، فبقيت نائب جينيور، ها بقيت نائب سينيور، ابتديت تبقى قريب اهو داخل على الامتحان، ذاكرت المواد، هوبا هوبا اخدت الماجستير، فاصبحت هايلي ديفرنشيتد سيلز. طيب هنا نبتدي نقسم التيشوز بقى، انها المقدره للتجدد. قال لك ان انا في خلايا continuously being lost، يعني باستمرار بتقع من جسمي، فلازم لما تقع من جسمي لازم اجددها باستمرار. احنا فور اكزامبل لخلايا الدم، خلايا الدم لها عمر افتراضي، الريد بلاد سيلز 4 شهور، البليتلتس اسابيع، الوايت بلاد سيلز اسابيع. طب بعد كده ماتت، يبقى لازم واحده بتموت تطلع واحده، 10 بيموتوا اطلع 10، ده في النورمال بيرسون، مالناش دعوه بالديزيز. فهنا في تجدد، في لوست باستمرار، وفي تجدد باستمرار من الستيم سيلز بايه؟ بالبروليفريشن، انها تتكاثر تتحور الى ماتيور سيلز، زي ما احنا قلنا مثلنا الهيماتو بايوتيك ستيم سيلز في النخاع، او السيرفيس ايبيثيليوم زي ما احنا قلنا الانتستين او الجلد. الجلد ده متعرض للاحتكاك، الخلايا بتقع باستمرار فلازم اعوضها باستمرار. برضو الانتستين الخلايا بتحتك بالاكل بتقع، لازم اعوضها، فده بعد الانجري. فهنا بلاقي انها فيها ستيم سيلز اساسية كبيرة قوية، اول ما بتقع واحدة على طول التانية، فهي العملية باستمرار. وعلى فكرة كل واحدة منهم من الاماكن دي لها العمر بتاعها. ده بقى هنا بسميه لابايل تيشو، لابايل تيشو يعني تيشو متغير او باستمرار، لوست اند ريبليست. قال لك في نوع تاني ستيبل تيشو، هو اتولد وقعد في منطقة بتاعة الجي زيرو. احنا عندنا في السيل سايكل، تشوف الفيديو بتاع السيل سايكل، ان احنا اول ما الخلية بتطلع من الامبيريو بتخش في مرحلة بسميه جي زيرو. الجي زيرو ديت خلاص اصبحت خلية متخصصة، يعني انا وهي في الامبيريو خلية من خلايا الستيم سيلز ديفرنشيتد اصبحت ليفر سيلز. الليفر سيلز، الليفر سيلز بتبتدي تبتدي تتخصص كليفر سيل وتشتغل كليفر، قعدت هنا في المرحله بتاعت جي زيرو. خلي بالك من الكلام، انا بتكلم على ليفر سيل، على خليه خاصه. الليفر سيلز ديت اللي هي موجوده في الجي زيرو، بدي انها في الجي زيرو شغاله كليفر سيل، كليفر سيل لها عمر افتراضي. لما الخليه تحس انها هتبتدي تموت بتخش نفس الخليه اللي شغاله كليفر سيل، تخش في السيل سايكل وتنقسم وتديني خليه ليفر سيلز. يبقى الخليه دي ملهاش ستيم سيل، خلي بالك بقى هنا مفيش ستيم سيل، مفيش خليه ام، لا انا اتولدت وانا نفسي ببتدي اشتغل كليفر سيل، لكن اول ما احس بالعمر الافتراضي بتاعها هيموت لا تخش في انقسام وتدي ليفر سيلز. هنا خلي بالك نو ستيم سيل.
التشو ده بسميه ستيبل تشو. ار كويسنت يعني ساكنه او هاديه او قاعده في الجي زيرو بتاعت السيل سايكل، عندها المقدره للتحور او بروليفريشن، تتكاثر في النورمال ستيت وتنقسم ان ريسبونس للانجري لو حصل في انجري او لوس اوف ذا تيشو ماس زي الليفر او زي الكدني او زي البنكرياس، يبقى هو مفيش ستيم سيل. عشان كده لما اقول لك البيتا سيلز اللي هي بتاعت الانسولين اللي بتطلع الانسولين، الناس بتصاب بانسولين ليه؟ لنتيجه ان البيتا سيلز باظت. تمام، طب احنا بنقول الله، طب البيتا سيلز بتتجدد يعني حياتها تطلع من ستيم سيلز جديده، واللي باظت بتموت خلاص. لكن هنا الستيم سيلز باظت ما اقدرش انها تتجدد تاني، لا الا في الحالات الايه الصحيه. يبقى خلي بالك هنا في الستيبل تيشو نو ستيم سيلز، نو ستيم سيلز. في الحاله السابقه اللي هي لابايل في ستيم سيلز، في ستيم سيل اهي، الستيم سيل قاعده وعلى طول شغاله وتدي غيرها، لكن هنا نو ستيم سيل. قال لك في بيرمننت تيشو، التيشو ده يتخصص ولا يتجدد، يتخصص ولا يتجدد، يعني ماتت الخليه مفيش خليه جديده. فور اكزامبل هما مكانين اللي هو النيورون الخلايا العصبيه والكاردياك ماسلز الخلايا العضلات القلب. فانا ربنا خلقني فور اكزامبل بمليون نيورون، لو باظت واحده خلي بالك ما تتجددش ولا في ستيم سيل تجددها، فاصبح مليون الا واحد، مليون الا اتنين، مليون الا تلاته، اند سو اون. هنا الخليه دي هي دخلت الجي زيرو وادناها في الجي زيرو شغاله كنيرون او كاردياك ماسل، بس ماتت ما بتخشش في السيل سايكل. يبقى هنا نو ستيم سيل، يبقى السيلز ار كونسيدر تو بي تيرمينالي، شوف يعني خلاص بعد ما تخصصت، شوف نون بروليفيريتيف لا تنقسم ان بوست نيتال لايف بعد الولاده. ماجوريتي اوف نيورونز اند كاردياك ماسل يعني اغلبيه النيورون والكاردياك ماسل، فلما بيحصل هنا انجري اوف ذا برين اصابه البرين نبص نلاقي يقول لك هارت انفاركشن او في نيكروزس في البرين، تعرف على طول ان حياه الانسان هتبتدي تنزل تحت نتيجه انها الريفرسبل غير رجعه، باظت ما بترجعش تاني، بتدي سكار يعني بتدي ندبه مكانها، وبيكوز نيورونز وكاردياك ماسل كانوت ريجنريتد ملهاش ستيم سيلز. يبقى كان اللي فات دول تلات انواع، بيرمننت وستيبل ولابايل، بيرمننت وستيبل ولابايل، ده كله ميك ستيم سيلز سو فاليبل. تعالى بقى نشوف ايه اهميه الستيم سيل. الستيم سيل زي ما احنا هنا شايفين دي البلاستوسيست وديتني الانر سيل ماس، ممكن ان انا استفاد منها ان انا اعمل سيل ثيرابي، اعمل ريسيرش او اعمل نيو دراج. يعني الامثله فيها ان انا بعمل تيشو ريبير، يعني ايه تيشو ريبير؟ تجدد للانسجه. قال لك ريجنريشن اوف سباينال كورد هارت اند اذر ميجور ستيم سيلز ان ذا بودي. الله، طب انا هجيبها منين دي؟ ما انا ليس قايل لي ان النيرون والهارت مالوش تيشوز. ها ما تنساش ان انا قايل لك في الاول ان انا كان عندي امبريونيك ستيم سيلز اللي هي موجوده في الحبل السري والامبلايكال كورد، قلت لك ده بتحتفظ بيه بعض الدول للشخص بعد ما بيتولد وتحطه في البنك. اول ما بيتولد احمد بروح واخد الامبلايكال كورد بتاعه على طول وحطه في البنك باسم احمد زين الهلالي، خالد المسلمي، هناء جوهر، امال زيدان، اي حاجة موجودة والصفات بتاعته وعنوانه والباسورد بتاعه، يعني كل واحد بينزل لتقدم تكنولوجيا، دنيا غير الدنيا بتاعتنا خالص. احنا دنيا الكافيهات، دنيا ترللي، دنيا الفيسبوك، لكن هناك دنيا الاحترام، دنيا وجدت فيها دين او خلق لم يجدوا فيه بلد. يبقى ريجينيريت، يبقى بتجدد السباينال كورد في الهارت تيشو واذر ميجر تيشو اوف ذا بودي، ده في تجدد. طيب في حاله بيرن، واحد حصل فيه بيرن حرق جامد ومنطقه كبيره، فاحنا باخد الستيم سيلز
اهي، واجي على المنطقة بتاعة الجرح واروح حاطط الستيم سيلز وبغطيها كويس واغذيها كويس، تتحول الى سكين عادي جميل خالص. ده ممكن اللي احنا بنسميه سكين جرافت. يعني انا باخد، يعني هنا البيرن اهو في الهاند فور اكزامبل، بناخد من الانر سايد اوف ذا سايل، يعني باخد من الجلد اللي هو موجود في الطبقة الداخلية بتاعت الجلد بتاعت الفخدة بتاعت النفس البيرسون، واروح واخد طبقة خفيفة قوي من السكن تشمل او هي في موجودة فيها الستيم سيلز، واروح زارعها في المكان اللي فيه البيرن اللي هو موجود عندنا. هارت ديزيز، adult bone marrow stem cells injected للهارت improves the cardiac function. ده طبعا بعض الريسيرش ان انا بعمل تريتمنت بانجكشن اوف ستيم سيلز برضو. لوكيميا اند كانسر اللي هي سرطان الدم او السرطانات، ان بيشنت عنده يقول لك ان انت احنا عايزين نغير له النخاع، تسمع كده، فبتلاقي بيرسون عنده ديزيز في البلد بكميه كبيره نتيجه ان البون بارو بتاعه باظ. فاللي بيحدث ايه؟ لازم في متبرع للنخاع من الدرجه الاولى او قرابه للدرجه الاولى، فبناخد بنفضي النخاع من البون بتاع البيرسون الديزيز، واروح واخد جزء من النخاع بتاع المتبرع واعمل له انجكشن في المكان بتاع البون مارو كافيتي، احفزها انها تتكاثر تبتدي تديني مصدر للخلايا. فهنا ستاديز اوف لوكيميا تريتد بالستيم سيلز ويبقى الانسان فري من الديزيز. وعلى فكره ده بيحدث وعاد امر سهل جدا وبسيط جدا. او بعمل انجكشن للستيم سيلز في حاله البنكرياتيك كانسر في بعض البيشنت نوت اول، فبعض الناس بيبقى فيه سرطان للبنكرياس ممكن اعمل انجكشن للستيم سيلز وتديني بروليفريشن لها. كده اكون غطيت الموضوع بتاع الستيم سيل على الجزء اللي هو المقرر لك. انا ما بحبش افرد ولا اقول معلومات زيادة، لان انت كل مرحلة من مراحل التعليم بتاعتك انت مطالب بجرعة معينة، زي الانتيبيوتيك بندي جرعات واحدة واحدة، لان الجرعات ديت هي اللي هتفيدك بعد كده، لانك انت بقول لك او بفتح لك مواضيع هتنفعك بعد كده لما تبقى هايلي سبيشاليزد. انت دلوقتي بحضرك انك تبقى ستيم سيل علشان بعد كده تبقى هايلي ديفرنشيتد. ثانك يو فيري ماتش، شكرا جزيلا.